الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم، لم يقل رحمه الله تعالى مثل ما تقدم في الباب الذي قبله من الشرك، الباب الذي قبله من الشرك لبس الحلقة والخيط جزم، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم، لم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. الرقى فيها تفصيل، والتمائم أيضا فيها تفصيل، وكل ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. من أجل ذلك قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من الأدلة، ما جاء من الأدلة التي تتعلق بالرقى والأدلة التي تتعلق بالتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يتعوذ بها من ذكر أو قرآن أو نحو ذلك، أو أيضا الرقى التي كان يفعلها أهل الجاهلية. باب ما جاء في الرقى. والتمائم جمع تميمة، تمائم جمع تميمة، إن كانت من الخرز والصدف ونحو هذه الأشياء فهي داخلة في ماذا؟ في الباب الذي قبله. أما إن كان شيئا مكتوبا، فإن كان شيئا مكتوبا يعلق فهذا ينظر، كان من القرآن أو من الذكر أو من أشياء شركية، فحكمه فيه تفصيل سيأتي الكلام عنه. أورد أولا هذا الحديث، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان في بعض، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على تعيين هذا السفر، فأرسل رسولا، جاء في رواية للحديث في مسند الحارث بن أبي أسامة أنه زيد بن حارثة، المرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه، أرسل رسولا ألا يبقين أو يبقين، ضبطت بهذا وهذا، ضبطت بضم الياء وكسر القاف، يبقين
وضبطت بفتح الياء وفتح القاف يبقين على الأول لا يبقين في رقبة بعير يقال ماذا؟ قلادة مفعول. وعلى الضبط الآخر لا يبقين في رقبة بعير قلادة فاعل، والمعنى واحد، أن لا يبقين أي هذا الذي أرسله في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر واحد أوتار القوس، كانوا يستعملون الوتر الجديد في القوس لأن أمكن في الاستفادة منه، ثم إذا خلولق وصار قديما أبدلوا القوس بوتر جديد، ثم استعملوا الوتر القديم قلادة، قلادة يتقون بها العين. وأيضا الوتر الجديد يستعملونه في آلات المعازف، وإذا خلولق صار يتقى به العين، فأوله لهو وآخره شرك. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وكانوا يعلقون الوتر أو القلادة اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين ويدفع عنها المكاره، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وبين أنها لا ترد من قدر الله شيء، فتعليقها لهذا الغرض الجاهلي اتقاء العين أو اتقاء المكروه أو نحو ذلك، هذا كله من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. وأيضا كانوا يشدون على الأوتار عندما يضعون الوتر على البعير أو غيره، يعلقون فيه التميمة لأن التميمة لما تعلق بشيء مثل الوتر، فيكون ليس مقصودا الوتر نفسه وإنما المقصود التميمة، إنما المقصود التميمة، يعلقون التميمة وفيها عود تعوذات يظنون أنها تعصمهم من الآفات. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. أيضا فيما يتعلق بالحديث الأول، في الجاهلية الأولى كانوا يعلقون الوتر على الدواب، ويعلقون أشياء يزعمون أنها تقي دوابهم العين. وفي هذا الزمان يصنع أشياء مقاربة لذلك في السيارات، يضعها بعض الناس بزعمهم لاتقاء العين، مثل بعضهم يضع يدا فيها رسمة عين يضعها في سيارته، وربما يكون بعضها لها قاعدة فتتحرك العين في اليد كأنها تمنع العين بحركتها بزعمهم، وأشياء كثيرة من هذا القبيل هي من الباب نفسه الذي هو عمل أهل الجاهلية، ولا غرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن
سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا لا يغتر الإنسان بوجود مثل هذه الأشياء في بلده ولو كانت كثيرة، هذا كله من الجهل، كله من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى ومن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، جزم في الحديث أن هذه الثلاث كلها شرك. الرقى المقصود بها المقصودة بهذا الحديث الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية بالقرآن والأذكار الماثورة هذه غير داخلة في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى جبريل وحث على الرقية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالمقصود هنا إن الرقى أي الشركية التي عليها أهل الجاهلية من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستنجاد بالشياطين وغير ذلك، هذا كله من الشرك. والتمائم أيضا شرك، ما كان من هذا القبيل إما من الصدف أو الخزف أو غير ذلك من الأشياء التي تتخذ حروزا واقية من العين، أو أيضا تعوذات شركية تكتب وتعلق، تكتب وتعلق. ومن أخبث هذه التعوذات التي وجدت فيما بعد التي تعلق، يكتبون القرآن مثل آية الكرسي أو سورة قل والله أحد، ثم يضعون معها أشياء يقصدون فيها امتهان القرآن، يتقربون بذلك للشياطين، وربما وضعوا نجاسة ثم يعلقونها على هؤلاء المغفلين الجهال، ويقولون لهم إن الذي وضعوه لهم فيها قرآن. وربما أروهم بداية صنيعهم أنهم يكتبون آية من القرآن لكن يتبعونها بامتهان القرآن تقربا للشياطين. فالتمائم التي هي شرك كل ما كان من هذا القبيل. قال والتولة شرك، قال والتولة شرك. التولة شيء كانت تصنعه النساء تجلب به محبة الزوج، وهذا ضرب من السحر، ضرب من السحر، لأن السحر في هذا الباب نوعان صرف وعطف، وهذا من الثاني من سحر العطف وهو من الشرك. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، نعم رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث حديث ثابت، لكن في بعض مصادر الحديث في سنن أبي داود وغيره ذكر مع الحديث قصة لا تثبت، ونبه على عدم ثبوتها جماعة من أهل العلم، وأيضا متنها فيه نكارة شديدة لا يمكن أن تكون ثابتة، وهو أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود تقول رأى في عنقي خيطا، تقول رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
قالت لقد كانت عيني تقذف. هنا تبدأ مسألة النكارة في هذا المتن. قالت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك من عمل الشيطان. هذا يبعد أن تكون يعني في ذاك الوقت وذاك الزمان تذهب امرأة هذا الصحابي الجليل إلى يهودي، وأي شيء عند اليهود وأي خير عند اليهود وأي منفعة ترجى من جهة اليهود، فهذا منكر. وأيضا الإسناد الذي فيها القصة كما نبه العلم غير ثابت، لكن الحديث هذا إن الرقى والتمائم والتولات شرك هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم مخضرم، يقول البخاري لا أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا يروي الكتاب الذي جاءهم من النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر. في هذا أن عبد الله بن عكيم يروي هذا الحديث مرفوعا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وله قصة نافعة جدا ومفيدة في المسند للإمام أحمد وغيره، أن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له لو تعلقت شيئا، فقيل له لو تعلقت شيئا، يعني تعلق شيئا لينفعك في الشفاء من هذا المرض. قال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. هذه القصة تظهر فائدتها من جهة أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة هذه الأحاديث لو اشتد به المرض وأتعبه وأجهده، لو جاءه من جاءه ينصح ببعض التعلقات الباطلة ما يقبلها، لأن عندها أحاديث تمنعه تحجزه. وهذا فائدة العلم بالتوحيد والسنن. كثير من الجهال يكون في مرض، في ألم شديد، في وجع، يقترحون عليه العوام تعاليق ويقولون فلان جرب وفلان جرب وسترتاح وستستفيد من هذا الكلام، فيعلقها وتنتشر بين العوام الجهال بهذه الطريقة. لكن إذا كان الإنسان حصن نفسه بالعلم وعرف هذه الأحاديث، إن جاءه من يدعوه إليها في شدة أو في مرض أو نحو ذلك ما تنفق عنده ولا يقبلها، لأن عنده سنن واضحة ترد هذا الباطل. قال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. أرأيتم الشخص المريض إذا وكل إلى هذا الذي علقه في عنقه أو في يده إلى أي شيء وكل؟ نعم، إلى ضعف، إلى وهن، لا تزيده إلا وهنا، ما استفاد منها إلا أنها أضعفت إيمانه وعقيدته وصلته بالله، هذا الذي استفاده منه، وهي لا ترد من قدر الله شيء.
لكن الدعاء ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يرد القدر إلا الدعاء، والقدر والدعاء من القدر. والرقية الشرعية أيضا هي من رد القدر بالقدر، لكن هذا الضلال هذا لا يرد من قدر الله شيء، ويوقع الإنسان فيما يضعف إيمانه ويضعف عقيدته ويخل بتوحيده، لأن هذه تتنافى مع كمال التوحيد الواجب. وإن كان عن عقيدة ربما واعتقادا فيها، إن كان عن ذلك فهي تنافي أصل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: التعلق تارة يكون بالقلب وتارة يكون بالبدن وتارة يكون بهما معا، والحديث يجمع ذلك، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا بقلبه أو تعلق شيئا على بدنه فإنه يوكل إلى هذا الذي تعلقه. نعم. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. الآن يذكر الشيخ رحمه الله التفصيل الذي من أجله قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم أن كل ذلك شرك. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، شيء يعلق على الأولاد من العين، يعلقونه على أعناق الصبيان والصغار من أجل الوقاية من العين. يقول: لكن إذا كان المعلق، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، يعني يمضي الحديث على عمومه في النهي، تمائم كلها منهي عنها دون تفصيل. ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن المسألة في التمائم إذا كانت من القرآن فيها خلاف، فيها خلاف، فبعضهم جوز ذلك، بعض أهل العلم جوز ذلك وحملوا الحديث على الحديث الذي فيه النهي على التمائم التي من الشرك، وبعضهم لا يجيز ذلك، لا يجيز ذلك لعموم النهي، لعموم المنع. والصحيح من القولين عدم الجواز، الصحيح من القولين عدم الجواز، يعني عدم جواز التميمة حتى لو كانت من القرآن، صحيح أنه لا يجوز تعليق التميمة حتى لو لم تكن إلا من القرآن، قرآن يكتب ويعلق، الصحيح أنه لا يجوز لأسباب كثيرة ذكرها العلم، أهمها أربعة أسباب. الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي عن التمائم، جاء النهي عن التمائم نهيا عاما ولا مخصص، لا يوجد في النصوص ما يخصص هذا العموم. الوجه الثاني أن تعليق التميمة من القرآن ربما يعرض هذا المعلق للامتهان، ولا سيما أنهم يعلقونها في أعناق الصبيان والصغار، فقد يدخل فيها الحمام، قد يعرضها لنجاسة، قد يحصل يعني حالات فيها شيء من الامتهان لهذا المعلق. الثالث سد الذريعة، وهذه مسألة مهمة جدا في الباب، سد الذريعة، فإنه يفضي تعليق التميمة من القرآن إلى تعليق ماذا؟ ما ليس من القرآن، وخاصة إذا كان من يأتونه يأخذون منه التعليق لا دين له أو لا يراقب الله سبحانه وتعالى، فقد يمشي عليهم أشياء
يزعم أنها من القرآن، ثم إذا فتحت تبين أنها ليس فيها شيء من القرآن، ليس فيها شيء من القرآن، فسدا للذريعة. وبعضهم من يعملون التمام، بل كثير منهم لا هم له إلا المال، ولا يهم ما يكون بعد ذلك، يهم أن يجمع الأموال من الجهال والعوام بأي طريقة. فهذا وجه ثالث، سد الذريعة. الرابع أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رقى ورقي، وأخبر عن أنواع من الرقى وحث على الرقية، وجاء عن في ذلك أحاديث كثيرة. فلو كانت التمام من القرآن جائزة لجاء عنه مثل ما جاء في الرقى ترغيبا فيها، مثل ما رغب في الرقى وحث عليها، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. وعبد الله بن عمرو بن العاص يذكرون أنه كان يعلق ألواح على أولاده، وهذه كما نبه أهل العلم قد لا يكون هذا المقصود بها، لأن الألواح تستعمل في الحفظ، حفظ القرآن، فقد يكتب له آيات ويعلقها حتى يحفظها ثم يمحوها، ويكتب له آيات أخرى ليحفظها، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم. العزائم جمع عزيمة، يعني أن يقرأ وينفث على المريض، يقال لها رقية ويقال لها عزيمة. والرقى هي التي تسمى العزائم، خص منها الدليل يعني بالجواز ما خلا من الشرك، خص منها الدليل أي بالجواز أنها جائزة ما خلا من الشرك. وهذا في الحديث الذي في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك، كيف ترى ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وهذا معنى قول المصنف: خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى في الحديث، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد تقدم، وأيضا تقدم الكلام على معناه، وأنه ليس حصرا للرقية الجائزة في هذين الأمرين، بل الرقية من كل مرض، لكنها أنفع وأشفى في هذين النوعين التي هي العين والحمى. نعم. قال رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة جاءت في الحديث أن التمائم والرقى والتمائم والتولة. قال الشيخ: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. من راوي الحديث أن التمائم والرقى والتمائم والتولة شرك؟ ابن مسعود رضي الله عنه. جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم أنهم قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. إذن التفسير الذي عند المصنف مأخوذ من ابن مسعود راوي الحديث،
راوي الحديث رضي الله عنه. التولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، هذا مثل ما تقدم يسمى سحر العطف، يسمى سحر العطف، لأن الشرك السحر إما صرف أو عطف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف، ونوع آخر يسمى عطف، يسمى عطف يعني يسحرون الرجل فيصبح تعلقه بالمرأة ليس تعلق حب ورغبة، وإنما عطف بالسحر وتسلط الشياطين عليه. أروي لكم قصة طريفة ولا ما تريدون؟ يذكرون بعض القصص يعني قد يؤخذ منها عموما هكذا، يعني يذكرون أن رجل ذهب إلى ساحر يطلب منها يعطف امرأتها عليه، قال اتلي بشيء من شعرها، فكان أحب أن يجرب، فذهب إلى شاة عندهم وأخذ من شعر الشاة شعيرات وأعطاها الساحر، ثم بعد أيام فوجئ بأن أينما ذهب تلاحقه الشاة تطارده، فهذا شيء ما يتعلق بحب، ما يتعلق بحب، وإنما يتعلق بتسلط شياطين. عطف الآن لما يعطف ليس عطفا بأن يصبح في القلب حب ورغبة وميل، لا، يصبح تسلط شياطين، بهذا التسلط يعطف الإنسان عطف جسم ليس عطف قلب وحب، وهذا يعني أمر واضح يعني في هذا يعني. والسحر إما فيما تعلق بهذا الباب إما عطف وإما صرف. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، ورويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذا ذكروه أهل العلم في أعلام النبوة، لأن هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام حصل لرويفع، تأخر إسلامه رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 56 للهجرة، 56 للهجرة، يعني وفاته بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بأكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة. قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس. أخبر الناس، ماذا يستفاد من قوله أخبر الناس؟ هل هذه الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم رويفع أن يخبر بها الناس خاصة برويفع، من علمها؟ ومن علم النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرويفع يخبر الناس، يخبر الناس؟ هذا فيه دليل على وجوب أخبار الناس، ولا سيما من هو مبتلى بهذه الأشياء، من هو مبتلى بهذه الأشياء يبين له بالأدلة بالنصوص، حتى يزيل عن هذا الشرك وهذا التعلق الباطل. وسيأتي أثر سعيد بن جبير عظيم في هذا الباب. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته، هذا ذكر فيها الشراح تفسيرين
عقد اللحية، بعضهم قال عقدها في الحرب على وجه التكبر، وبعضهم قال عقدها نوع من المعالجة لها لتتجعد لتصبح يعني فيها جعودة فيعقدها عقد من أجل ذلك. والأظهر عندي والله أعلم أن الأمر أمر ثالث وشار إليه بعض يعني بعض أهل العلم، وهو أنهم ربما يعقد بعضهم لحيتها لأن اللحية زينة، مثل ما كانت تقول أم المؤمنين عائشة لما تدعو تقول والذي زين الرجال باللحى، فكان بعضهم يعقدها إخفاء لشيء من زينتها لجمالها، يعقدها اتقاء للعين مثل تقليد الوتر، تقليد الوتر لاتقاء العين أيضا يصنع بلحيته شيء مما يجعلها ما تصبح بذاك الجمال في مرأة من ينظر إليه. وهذا المعنى أشار إليه بعض الشراح، وهو الذي يناسب ما بعده الذي هو اتقاء العين. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا هذا مر معنا، يعني يجعل الوتر قلادة من أجل اتقاء العين بهذا المعلق، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنها زاد إخوانكم من الجن. قال أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ولو قال بريء منه أو ليس منا أو نحو ذلك من الألفاظ إلا فيما هو من الكبائر، إلا فيما هو من الكبائر، كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، رواه وكيع. قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من أئمة العلم وفقهاء المسلمين وعلماء التابعين، قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. معنى عدل رقبة أي مثل ثواب من أعتق رقبة، مثل ثواب من أعتق رقبة. ولنقارن بين الأمرين، رجل أعتق رقبة، ماذا صنع الآن؟ خلص رجلا من الرق، هذا فيه فضل عظيم جدا. ومن قطع تميمه خلص رجلا منها، خلصه من ماذا؟ من الشرك. تخليص رجل من شرك أعظم من تخليص رجل من الرق. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني مثل اعتاق رقبة، بل أفضل، لأن هذا تخليص من الشرك، تخليص له من الشرك. ولا يكفي فقط أن يقطعها وانتهى الأمر، الكلام ليس في هذا، الكلام في إقناعه، لأن إن قطعها بتسلط عليه ربما وضع غيرها فيما بعد، فلا بد أن يبين له ويشرح له النصوص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع، ماذا قال له؟ أخبر الناس، علمهم، فقههم، فهمهم، بين لهم. وعليه فإن قول من قطع تميمة، يراد بقول سعيد بن جبير من قطع تميمة، أي متى؟ بعد أن أقنع وبين للشخص خطورتها وفهمه ذلك ففهم فقطعها، يكون خلصها من الشرك. أما أن يقطعها
بتسلط ثم بعد أيام يضع غيرها أو أكثر منها، فما تحقق المقصود. نعم. قال رحمه الله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال: وعنه أي وكيع، أو وله أي وكيع، عن إبراهيم أي النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. هل الآن قول إبراهيم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، ونحن عرفنا فيما سبق أن فيه خلاف في التمائم، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز، سيأتي في المسائل عند الشيخ أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم، أن المسألة فيها خلاف، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لماذا؟ لأن إبراهيم لما قال كانوا يكرهون يقصد تلاميذ ابن مسعود، يقصد تلاميذ ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، على ما كان عليه ابن مسعود، على ما كان عليه ابن مسعود. وعرفنا أن هذا هو الصحيح لوجوه عديدة ذكرها أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. نعم، وهذا تقدم. قال رحمه الله: الثانية تفسير التولة. نعم، وأيضا تقدم. قال رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، يعني كما هو في حديث ابن مسعود قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما في حديث ابن مسعود. ومن غير استثناء أن هذه الأشياء شرك، لكن فيما يتعلق بالرقية من القرآن والدعوات المأثورة هذه جاء الترخيص فيها، وجاء في الحديث: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فهذا فيما يتعلق بالرقية فيه استثناء، الرقية المشروعة بالقرآن والذكر المأثور. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، يعني ليس من ذلك، يعني قول إن الرقى والتمائم والتولى شرك هذا من غير استثناء، والرقى بالحق الذي هو القرآن والذكر المأثور ليس من ذلك، ليس من ذلك، لأنه فيه نصوص خاصة تدل عليه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، يعني من المنهي عنه أو ليس من المنهي عنه. وعرفنا أن الأظهر أنها من المنهي عنه لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. من ذلك أي من المنهي عنه، من الشرك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، في الحديث الذي مر معنا: من تقلد وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هذا فيه الوعيد الشديد. نعم. قال رحمه الله: الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، أي أنه كعدل رقبة، عتق رقبة، كما تقدم في أثر سعيد بن جبير. قال رحمه الله: التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله رضي الله عنه. نعم، وهذا واضح، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها
أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وأصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.